تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، تعرضت في الخطبة الماضية لما يتعلق بالسبل الناجعة لنجاح الحياة الزوجية، لأن جميع المتزوجين يطمحون إلى النجاح، ولا يعقل أن يدخل عاقل في مشروع وهو يرجو فشله، وإذا كان يريد النجاح لمشروعه فلا بد أن يعد له عدته. وقد قال الله عز وجل مبينا ذلك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذا في كل شؤون حياة الإنسان، من أراد أن يضمن نجاح مشروعه فلا بد أن يعد له الإعداد الصحيح. الإعداد القبلي هو ما رأيناه من حسن الاختيار بين الزوجين لبناء الأسرة على صحيح الأساس، على أساس صحيح. والآن أتحدث إليكم عن ثلاثة معايير يمكن إذا طبقت أن تضمن نجاح الحياة الزوجية عند انطلاقتها. يجب أن يدرك الشباب والشابات الذين دخلوا للتو الحياة الزوجية، يجب أن يدركوا أنهم إذا استطاعوا أن ينجحوا في سنتهم الأولى فإنهم غالباً ما يستطيعون التمكن من النجاح فيما بعد ذلك من الأيام، لأن أخطر الأمور بداياتها. البدايات دائماً تكون هي الصعبة، فإذا استطاع الزوجان التغلب على صعاب الحياة الزوجية في بدايتها واستطاع الحوار الهادئ فيما بينهما واستطاع الوفاء لبعضهما البعض، فإنهما يستطيعان بعد ذلك النجاح في بقية الحياة. لذلك ألخص لكم هذا الأمر في ثلاثة معايير. المعيار الأول هو الصدق والأمانة، والمعيار الثاني هو الوفاء والإخلاص، والمعيار الثالث هو الحوار الهادئ الصحيح. هذه ثلاثة محاور. أما المحور الأول فهو الصدق والأمانة. عندما تصطبغ الحياة الزوجية بالصدق والأمانة فإن سبيلها النجاح، وإن نهايتها النجاح بالتأكيد، وهذا من خلال تجربة المجربين، لأن الزواج هذا ليس مشروعا جديدا، إنما الزواج مشروع عرفته البشرية من بدايتها، من أول زواج عندما أكرم الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام فزوجه حواء وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الحياة الزوجية بدأت مع آدم عليه السلام، لكن الناس الآن يتساءلون وكأن هذا الأمر شيء جديد. لماذا يفشل الناس في الزواج؟ لماذا كثرت نسبة الطلاق؟ لماذا تعقدت الحياة الزوجية وكأن هذا مشروع عرفته البشرية في القرن الحادي والعشرين؟ الزواج إذن شيء قديم، لذلك يجب أن نبحث عن سبل إنجاحه، وأن نبحث أيضا عن الأسباب التي تؤدي إلى فشله. إن من أهم أسباب نجاح الحياة الزوجية الصدق والأمانة، فعندما يفشو الصدق والأمانة بين الزوجين، عندما يتدربان على الصدق من بداية اللقاء بينهما، فإنهما سينجحان في الزواج. نحن الآن للأسف عندنا فوضى في الأمر، عندنا الكذب الذي انتشر بين الناس وانتشر بين الأزواج من مرحلة الخطوبة، ثم يدخل الشابان حياتهما الزوجية فيجدان أنهما بنيا زواجهما على باطل، بنيا أسرتهما على الكذب والزور.
فيكتشف كل منهما أكاذيب الآخر. من أول ليلة يكتشف الزوج أن الزوجة قد كذبت عليه في أمور كثيرة، وتكتشف الزوجة أن الزوج قد كذب عليها في شؤون كثيرة، فتهتز الثقة. انتبهوا أيها الأزواج، وانتبهن أيتها الزوجات، إن أهم عمود للحياة الزوجية إذا شبهتها بخيمة، فأهم عمود للحياة الزوجية هو الصدق. عندما تهتز الثقة بين الزوجين، عندما يرى الزوج أن زوجته تراوغ وتكذب، وعندما ترى الزوجة أن زوجها يراوغ ويكذب، فمعنى ذلك أن هذا القطار قد انطلق على السكة الغلط، ويصعب الوصول بل قد يستحيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: عليكم بالصدق في كل الأمور. ومن أخطر الأمور التي تحتاج إلى الصدق الزواج، الحياة الزوجية. بعض الأزواج يتصورون أنهم بالعنف أو بالقوة يفرضون محبتهم على زوجاتهم، وهذا خطأ، لأنك بالعنف والقوة تستطيع أن تخضع ظاهر الإنسان، لكنك لا تستطيع أن تخضع قلبه. وهذا من الزوجات أيضا، نحن نعيش الآن عصر المساواة، هناك عنف من الأزواج ضد الزوجات، وهناك عنف من بعض الزوجات ضد بعض الأزواج. فالعنف لا يمكن أن يحل المشكل، إنما الذي يحل المشكل ويوصل إلى بر الأمان هو الصدق والأمانة. هل يشعر الزوج أن زوجته أمانة في عنقه؟ وهل تشعر الزوجة أن زوجها أمانة في عنقها؟ وهل يشعر الزوجان معا أن العقد الذي بينهما أمانة يجب أن يحافظا عليه إلى نهاية العقدة؟ إن عقد الزواج عقد في الإسلام مبني على التأبيد، أي مدة العقد. عندما تكتبون عقد كراء أو عقد إجارة أو أي عقد من العقود، تتحدثون عن بداية العقد وعن نهايته، أي المدة التي هي مدة العقد. عقد الزواج يتحدث فيه عن بداية ولا يتحدث عن نهاية، يتحدث فيه عن اليوم الذي انطلق منه العقد بين الزوج وزوجته، لكن ليس فيه مدة نهاية الصلاحية، لأنه مبني على التأبيد. فعندما يعيش الزوجان الصدق بينهما في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الغلط، حتى إذا أخطأ الإنسان، فالإنسان مخلوق مخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى لو أخطأ الإنسان، لماذا لا نتعلم الاعتراف بالخطأ؟ والاعتراف بالخطأ فضيلة، أن يعترف الزوج لزوجته بالخطأ، وأن تعترف الزوجة لزوجها بالخطأ، خير من الكذب لتلميع الصورة ثم تأتي الأيام لتثبت أنه قد كذب أو أنها قد كذبت، فإذا بالثقة تهتز بينهما. الأمر الثاني أو المعيار الثاني هو الوفاء والإخلاص في الحياة الزوجية. من أخطر ما يدمر الحياة الزوجية بين الزوجين، وهنا الخطاب ليس للمتزوجين حديثا فقط، وإنما لكل المتزوجين حتى الكبار في السن، من أخطر ما يهدد الحياة الزوجية ومسيرتها ضعف الوفاء بين الزوجين. عندما يفكر الزوج في خيانة زوجته، أو تفكر الزوجة في خيانة زوجها، دون اهتمام واكتراث بالعقد الساري بينهما، وإن كان مجتمعنا للأسف مجتمعنا يتساهل مع خيانة الأزواج الذكور، ويتشدد مع خيانة الزوجات النساء، بينما الإسلام واضح في الأمر، الإسلام لا يتساهل
مع المجرم رجلا كان أو امرأة في السرقة، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي الزنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا نبرر للرجل الخيانة الزوجية؟ وتجد كثيرا من الرجال للأسف يعبثون بأمن الأسرة واستقرارها، ويبحثون عن ممارسة الشهوة خارج البيت. هذا لا يجوز شرعا، هذا لا ينبغي. ولو أن هذا الزوج الخائن نفسه لو أنه شك في زوجته أنها تخرج دون إذنه أو أنها اصطحبت شخصا آخر لأقام الدنيا ولم يقعدها. حاسب نفسك بما تحب أن تحاسب الناس عليه، كما أنك تريد لزوجتك أن تكون لك وحدك فعليك أن تكون لها وحدها. ألم يقل الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. قد يقول قائل إن هنالك ظروفا يمر بها الناس تستدعي منهم البحث من هنا أو هناك. نعم، القرآن راعى هذه الأمور، الشريعة راعت الظروف الخاصة التي يمر بها بعض الناس، ولذلك جاءت الشريعة بالشجاعة التي ينبغي أن يتحلى بها الناس بصدق. الإسلام لا يبنى على الخداع والأكاذيب والمراوغات، الإسلام يريد للناس أن يكونوا صرحاء. زوج له ظروف معينة، له حياة صعبة مع زوجته، لا يريد أن يطلق، يريد أن يتزوج امرأة أخرى، كن شجاعا وصريحا وخاطب زوجتك وحاورها حول الموضوع. وقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 ورباع. هل تعرفون لماذا جاء النص القرآني بهذا الوضوح؟ لأنه يريد أن يقول للناس نريد أن نبني أسرا واضحة بينة، أن تعرف المرأة أن زوجها متزوج بامرأة أخرى أفضل من أن تعيش الكوابيس مع زوج كل يوم يمضي مع امرأة أجنبية يمارس البغاء والفساد. لأن الزوجة عندما يتزوجها الرجل فإنه يكتب عليها عقدا، هناك وثيقة تضمن لها حقوقها وتضمن له حقوقه دون أن يضطر إلى البحث من هنا أو هناك. فهنالك حلول للظروف الخاصة، لكن الذي لا يقبله الإسلام هو أن يبحث الإنسان من هنا أو هناك في الحرام، لأنه يهلك دينه ويهلك صحته ويهلك ماله ويهلك أسرته ويهلك زوجه الأولى، زوجه نفسها هي أيضا تجده يهلكها، لأنه قد يجر لها مرضا خبيثا أو شيئا من هذا القبيل. لذلك الإسلام يحب من الناس الوضوح ويحب منهم الوفاء. لكم خير مثال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، تزوج خديجة ومكث معها عز شبابه صلى الله عليه وسلم، وما شعر أحد ولا شك أحد في أنه صلى الله عليه وسلم كان يمضي من هنا أو هناك، ولو أدركوا شيئا من ذلك لعيروه به بعد أن صار نبيا. وهو الذي قضى زهرة شبابه، تزوج وهو ابن 25، وقضى مع خديجة رضي الله عنها سنوات عديدة، وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام عيرها بشيء، مع أنها كانت أكبر منه سنا، إلا أنه عاش معها قمة السعادة. لأن السعادة ليست في مجرد جمال، وليست في مجرد فارق سن بين الزوجين أبدا، إنما السعادة يصنعها الإنسان إذا شاء بأن يقتنع بالطرف الذي يتزوج به، وبأن أيضا يفي بالعهد الذي بينه وبين الطرف الآخر.
فكانت خديجة رضي الله عنها تشعر أنها أسعد النساء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أنه أسعد الرجال، بل حتى بعد موتها كان صلى الله عليه وسلم وفيا للعهد الذي بينهما. بعد أن تزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر سنا كثيرا منه صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر خديجة كثيرا، وهي التي قد وريت الثرى وكان لا يمل من ذكرها، فقالت له عائشة رضي الله عنها يوما: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة عجوز وقد ماتت وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم معلما الوفاء: والله ما أبدلني الله خيرا منها. لأنه لم ينسى الجميل الذي قدمت له في بداية رحلته وفي بداية شبابه وفي بداية دعوته، فقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذب الناس، وآوتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. هذه أمور يجب أن يذكرها الأزواج، خصوصا بعد مضي سنوات على الحياة الزوجية. بعض الناس يصلون الخمسينات فيصابون بمراهقة متأخرة، أو ربما الستينات فتجده يزهد في زوجته، ينسى ما كان بينهما من مودة، ما كان بينهما من رحمة، ما كان من هذه الزوجة من دفع له، وربما كانت هي سبب نجاحه، فتصير هذه الزوجة عنده كأنها سيارة انتهت مدة صلاحيتها، يريد أن يستبدل بها سيارة أخرى جديدة. الزوجة ليست سيارة ولا آلة، الزوجة مودة، الزوجة رحمة، الزوجة تاريخ مشترك. لذلك الإسلام يحب من أتباعه أن يكونوا أوفياء. والله إننا نهتز أحيانا لبعض الصور نراها عند بعض غير المسلمين أحيانا، فترى الرجل عجوزا كبيرا في السن ويصطحب معه امرأة عجوزا كبيرة جدا في السن، فترى الوفاء بينهما في الثمانينات أو في التسعينات وما زالا يقطعان العالم سياحة ومرحا وسرورا، بينما تجد كثيرا من المسلمين الذين في دينهم الوفاء وفي دينهم الإخلاص تجدهم يبحثون هنا أو هناك، هذا لا يليق بمسلم. المعيار الثالث أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، المعيار الثالث لضمان نجاح الحياة الزوجية بعد الزواج هو الحوار الصريح الهادئ. نحتاج إلى الحوار. مشكلة كثير من الأزواج أنهم لا يتحاورون، خصوصا مع وسائل التواصل الحديثة التي صار فيها الإنسان يتحاور مع شخص في اليابان أو في الموزمبيق ولا يتحاور مع زوجته التي معه في فراشه، على فراش الزوجية، وتجد الزوج يتحاور مع شخص في شرق الدنيا وهي تتحاور مع شخص في غربها، بينما لو أنهما قلب وجه بعضهما للبعض الآخر وتحاور بينهما لاستطاع أن يحل مشاكلهما بكلمات. نحتاج إذن إلى حوار، خصوصا عندما تطرأ بعض العقبات أو بعض المشاكل فليتحاور الزوجان. علمنا القرآن الكريم في قول الله عز وجل: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، يتشاوران ويتحاوران في الأشياء التي تبدو بسيطة، تريد أن تفطم ابنها من الرضاع، تحاور زوجها، تشاوره: ما رأيك يا فلان أن نكمل مرحلة الرضاع؟ فيعطي رأيه وتعطي هي رأيها، تحاوره في كل شيء ويحاورها في كل شيء. المشاورة والحوار بين الزوجين من أهم أسباب نجاح الحياة الزوجية حتى في الشؤون الخاصة. قد يقول الزوج إنه يريد أن يشتري لباسا للعيد، فما شأن زوجته بلباسه؟ وهي أيضا قد تريد أن تشتري لباسا لمناسبة، فما شأن زوجها باختيار لون اللباس أو نوعه؟
لكن يجب أن يدركا معا أن المشاورة والحوار بينهما يرفع منسوب المحبة بينهما، لأن الزوجة تشعر أنها مهمة في حياة زوجها، وأنه يستشيرها ويحاورها في كل صغيرة وكبيرة، وهو أيضا يشعر أنه مهم في حياة زوجته، لدرجة أنها تستشيره وتحاوره حتى فيما تطبخه لغدائه أو عشائه. هذا الحوار هو الذي افتقده الناس في البيوت، وصار الناس يعيشون جفافا في العواطف، ويعيشون تصحرا في العلاقات فيما بينهما، وصار كساكني فندق يدخلان للمبيت ثم بعد ذلك في الصباح كل ينصرف لحال سبيله. لذلك نحتاج إلى حوار، لكنه حوار صريح، لأن الحوار أحيانا يكون لكنه يكون بمجاملات وأكاذيب. الحياة الزوجية ليست حياة يصلح فيها الكذب والمراء أو يصلح فيها المجاملات الكاذبة، إنما تحتاج إلى حوار صريح، ولكنه في الوقت نفسه حوار هادئ، بمعنى أن لا يصل إلى رفع الصوت. إذا وجدت الحوار بينك وبين زوجك قد انتقل إلى نقاش حاد وارتفعت الأصوات، فعليك أن تحاول وقف هذا الحوار، لأنه لم يعد حوارا وإنما صار صراعا، وآنئذ ستصلان إلى مرحلة لا تحمد عقباها، وقد تطلب الزوجة الطلاق، وقد يلبر الزوج رغبتها فيقول لها هي طالق، ثم بعد ذلك يأتيان للسؤال عن الحكم وأنهما كان في حالة غضب. وهل يطلق أحد إلا في حالة غضب؟ هل وجدتم رجلا يشرب كأس شاي مع زوجته ثم يقول لها هي طالق؟ أبدا، إنما يقع الطلاق في حالة الغضب. ولذلك عندما يصل الحوار إلى مرحلة الغضب فحاول أن تقفه، حاول أن تقف هذا الحوار، لأنه لم يعد حوارا وإنما صار خصومة وصار غضبا. والإنسان عندما يغضب فإن عاطفته تتحكم فيه، وإن عقله يغيب ويتخذ قرارات للأسف قد لا تحمد عقباها. اعقلوا عني هذه المعايير الثلاثة، فالحياة الزوجية بعد البناء وقبله أيضا حياة تتسم بالصدق والأمانة أولا، وتتسم بالوفاء والإخلاص ثانيا، وتتصف بالحوار الهادئ الصريح ثالثا. أرجو الله عز وجل أن يرزق النجاح لكل المتزوجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، بعد هذه المعايير الثلاثة لا بد من معيار آخر لا يمكن أن تنجح الحياة الزوجية بدونه، إنه معيار الصبر والتغاضي. الحياة الزوجية بين بشرين، والبشر طبعه أنه يخطئ، ولذلك لا بد من غض الطرف، لا بد أن تغض طرفك عن أخطاء الطرف الذي تتعامل معه. وقد قال أحد الشعراء قديما: إذا كنت في كل الأمور معاتبا فإنك لن تلقى الذي لا تعاتبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، ومن في الناس تصفو مشاربه، ومن في الناس ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا كانت عيوب زوجك أي زوجتك معدودة محدودة فاحمد الله على ذلك وحاول أن تصلح. وللمرأة أيضا، إذا كانت عيوب زوجك محدودة ومعدودة فاحمد الله على ذلك وحاولي أن تصلحي ما يمكن إصلاحه. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ لأن الناس عندما يبدأون حياتهم الزوجية تكون قد بنيت في بداياتها
على أوهام أحيانا، ثم تبدأ الحقائق في الظهور، فربما تفاجأ الزوجان بها ولم يستطيع إكمال الحياة الزوجية. لذلك لابد من وصية الأزواج بضرورة غض الطرف عما يمكن أن يسكت عنه. ترى الشيء وكأنك لم ترى، تسمع الكلام وكأنك لم تسمع. حتى قال أحدهم: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الإنسان ليس غبيا لكنه يتغابى أحيانا، قد يسمع كلمة تخرج من فم امرأته، أو تسمع المرأة كلمة تخرج من فم زوجها في حالة غضب ربما أو شيء، فتكون كأنها لم تسمع وقد سمعت، أو ترى الشيء وكأنها لم ترى. هذا ما يسمى بغض الطرف من أجل نجاح الحياة الزوجية. ثم لا بد من الصبر أيضا، لأن الزوجين طبعان مختلفان، ليس نسخة طبق الأصل، إنما هما نسختان يفترض فيهما التكامل، أن يكمل أحدهما الآخر، أن تكمل الزوجة زوجها وأن يكمل الزوج زوجته. أما أن يرى أحدهما أن الطرف الآخر يجب أن يكون متطابقا معه نسخة طبق الأصل، فهذا غير ممكن وغير واقع. وقد قال الله عز وجل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكونوا على يقين أن الأسر المستمرة المتواصلة المستقرة، وأن الأزواج الذين أكملوا حياتهم إلى النهاية لم يقع منهم ذلك إلا بغض الطرف والصبر. إما زوج يصبر على أذى زوجته، وإما زوجة تصبر على أذى زوجها، وإما هما معا يصبران على بعضهما بالتناوب، وهذا هو المطلوب في الحياة الزوجية. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن يرزق الأمن والأمان لأسر المسلمين، وأن يرزق النجاح لكل المتزوجين، وأن يزوج كل العزاب الراغبين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل، اللهم وفقنا لخير العمل وعمل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمننا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وكلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترد بشبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأد الدين على المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفق اللهم أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.